السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات اقتصادية ورقية لأم يارا. وصفتنا لنا اليوم بيتزا المقلات بمقادير بسيطة، طريقة عمل جد سهلة والنتيجة راح تكون بزاف هايلة. نمر مباشرة تعرفوا على مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها. أول حاجة درتها خدمت لاصوص، درت فيه مقلة شوية زيت ونص حبة بصل صغيرة، رحيتها وريحتها رقيقة بزاف. أنا استعملت هنا رحيوة باش تجيني رقيقة، باش أم بعدها لاصوص راح تجيني ملساء، ما تجيش فيها هكا البصل خشين. نقلي هذيك النص بصلة مليح، والزيت هنا درت واحد زوج مغارف كبار هكاك. وبعد ما قليتها نزيد نقلي معاها تانيك طماطم المصبرة، ندير هنايا واحد نص مغرفه كبيره طماطم مصبره، لاخطرش هاد الطوماطيش عمور جايه مركزه، يعني نحط غير كميه قليله راح تجيني لاصوص حمراء. نقلي هذيك الطوماطيش مليح، دائما الطماطم المصبره نقلوها باش تعطينا بنه، نبقى هكا نحرك فيهم حتى يتقلاو مليح، وهذاك البصل نحسوه بلي دبال كامل بهذا الشكل. هنايا زدت عليهم 3 حبات طوماطيش، كنت غليتهم مليح ورحيتهم، يعني هاد الطوماطيش اللي راني نحط فيها دوكا طيبتها ديجا من قبل. نخلطهم هكا مليح ونزيد عليهم 2 فص ثوم، ما تكتروش هنايا الثوم باش ما تجيكمش لاصوص قاطعه. وزدت عليهم نص مغرفه ملح وفلفل كحل، زعتره ورند. هادو هما المقادير تاع لاصوص اللي حنديروها فوق البيتزا. نحركهم هكا مليح، ومن بعد نغطيهم ونخليهم يزدو يتقلاو لي شويه باش نزيد عليهم الماء. هنا خليتهم واحد 5 دقائق هكاك تقلاو مليح مع بعضهم، ومن بعد جبت الماء. انا حندير حوالي كاس غير ربع، لخطر الطوماطيش تاعي ديجا راهي طايبه، مي اذا الطوماطيش ديالكم ما كانتش طايبه قادرين هنا تحطوه حتى الكاس ما. وبعد ما مرقتها نغطي على المقله وننقص على النار، نديرها نار هادئه ونخلي هاد لاصوص طيب في غرضها، ونروح نحضروا العجينه. بالنسبه للعجينه حطيت هنايا كاس حليب دافي، دائما حجم الكاس 220 مليلتر. زدت عليه مغرفه كبيره خميره الخبز، مغرفه كبيره سكر، نحركهم مليح. استعملت هنايا فوي ولا قادرين ديروا مغرفه. وبعد ما حركتهم جبت لهنا ورق شفاف ولا كيس بلاستيكي، ونغطي هذا الخليط ونخليه من 5 دقائق حتى 10 دقائق، يعني على حسب حراره الجو. كيما دوكا راهي سخانه، واحد 5 دقائق راح تكون كافيه. بعد ما فاتت 5 دقائق شوفوا الخميره هنايا كيفاش تخمرت، نحي الغلاف الشفاف ونزيد لهذا الخليط 5 مغارف كبار زيت، تحبوا هنا تستعملوا زيت عاديه ولا زيت الزيتون، ونزيد عليهم الملح حوالي نص مغرفه صغيره هكاك، ونحرك هذه المقادير مليح بهذا الشكل. ومن بعد نبدا نزيد في الفارينه. حطيت هنايا الكاس الاول تاع الفارينه، ونزيد الكاس الثاني والكاس الثالث، حطوه يعني بكميات قليله. انا هنايا حنحطو يعني ضربه واحده لخاطر شكون ديجا خدمت كميه من قبل وهاد المقادير كانت مضبوطه. من توما حطو زوج كيسان فارينه، والكاس الثالث بداو زيدوه غير بشويه حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه وتتلاصق في اليد. كما دائما نقول لكم النوعيه تاع الفارينه تختلف، كاين فارينه اللي تشرب كاينه اللي ما تشربش، على هذه الواحد لازم يدير حساب. هاي لك العجينه بعد ما طميتها راح تكون هكا تتلاصق. نبدا ندلك فيها، هنا دلكوها واحد 3 دقائق هكاك راح تكون كافيه. مي قبل ما تدلكوها 3 دقائق دلكوها دقيقه، ومن بعد نزيدوا لها هنايا نص مغرفه صغيره زبده ولا مارغارين. هاد الزبده راح تعطي العجينه طراوه والبيتزا راح تجيكم خفيفه ريشه. ندلكها هنايا واحد زوج دقائق، شوفوك تكونوا تدلكوا تبان لكم العجينه راهي تتقطع كي زدنا لها الزبده، مي نورمال. زدوا دلكوها غير شويه حتعاود تنطم وتولي لكم رطبه.
هاي الكلاجينا هنا بعد ما فات عليها 3 دقائق كما قلت لكم، دلكتها دقيقة وبعد زدت لها الزبدة وزدت لها 2 دقائق، شديتها قسمتها إلى 7 كريات، حطيتهم هكا في ديرو تبسي ولا سنيوة، ونغطيها بورق شفاف ما لازمش كامل يدخل لهوا العجينة، ونخلي هاد الكريات حتى يخمروا ويضاعف الحجم ديالهم باش نبدأ نخدم. وبعد ما تضاعف حجم الكريات نحي هكا وحده والاخرين نغطيهم ونخليهم بجهه. جبت هنا شويه فارينه، لازم ديروا شويه فارينه على طاوله العمل لخاطرش العجينه راهي طريه بزاف باش ما تلصق لكمش. وزدت درت تانيك فوق العجينه شويه فارينه برك، ونبدا نحل فيها. هنا كي تكونوا تحلوا حاولوا ديروا الشكل دائري باش تجي الخدمه نقيه. وبالنسبه للسمك تانيك ديروها رقيقه، كما نعرفوا العجينه راهي فيها الخميره ومن بعد يعني حتخمر، كنديروها خشينه وزيت تخمر لكم ما راهيش حتجي شابه. شوفوا هنايا كيفاش حليتها تكون بهذا السمك. من جهه اخرى هنايا جبت مقله حطيتها على نار قليله بزاف، يعني النار هادئه جدا، وحطيت هذيك العجينه ونبدا هكا نحرك فيها بيدي غير طيب لي من تحتها غير شويه برك، يعني ماشي نخليها تطيب بزاف، نقلبها فوالا. ونبدا نحط في صلصه الطماطم اللي كانت طابت وراهي بارده تماما ما لازمش تكون سخونه، نحط هكا كميه ونمشيها بمغرفه. هناك تكونوا تخدموا الزربو وما تخلوش العجينه تطيب لكم من تحتها وانتم مازال ما حطيتوش لاصوص والفخوماج من الفوق. حطيت هنا لاصوص كيما شفتوا، زدت عليها شويه طون، تقدروا هنايا ديروا فيونداشي، تقدروا ديروا دجاج، قادرين ما ديروش كامل، ديروا غير لاصوص والفخوماج شويه زيتون وراكم تحصلتوا على بيتزا. انا هنايا كان عندي طون حطيته وزدت عليه شويه جبن مبشور وشويه زيتون خضر اللي مقطع رقيق، وكنت ديجا نحيت له كامل الملح اللي فيه، وزيتون اسود، ومن الفوق رشيت عليهم شويه معدنوس. هكا البيتزا تاعي راهي واجده، يعني راني كملتها. نجيب هنايا الغطاء تاع المقله ونغطيها ونخليها يعني بالخف حطيب لي ما تطولوش عليها. هنايا اللي يحبوا البيتزا تاعهم تجي طريه يطيبوها غير شويه راح تجيهم طريه، واللي يحبوا البيتزا تجي تقرمش يخلوها طول شويه في الطياب راح تجيهم تقرمش. انا هنا طيبتها غير شويه بس كنحبها هكا طريه ونحيتها، راح تكون بهذا الشكل. نكملهم كامل بنفس الطريقه كيما شفتوا، حليت العجينه رقيقه حطيتها في مقلة اللي تكون على نار قليلة، وكما هنا شوفوا العجينة كي ارتاحت بزاف، دارت لي فقاعات عادي، هذوك الفقاعات هكا نهبطهم غير بالسكين. نعاود نقلب العجينة، نحط لاصوص طوماط من الفوق، نوزعها غير بمغرفة برك، نزيد عليها الطون، ونزيد الجبن المبشور وشوية زيتون اخضر، والتزيين يكون بالزيتون الاسود والمعدنوس. ومن بعد نغطي عليهم كما شفتوا، ننقص دائما النار ونخليها غير واحد دقيقه هكا، كل مام با دقيقه راح نلقاها طابت. انا راح نكمل نطيبهم كامل بنفس الطريقه ونوريهم لكم في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي لوصفتنا لناها اليوم، بيتزا في المقله بمقادير بسيطه كما شفتوا، طريقه سهله وتحضر يعني بسرعه. انا هنا حنرافقها مع هاد لاصوص صلصه المايونيز بدون بيض، هاد الصلصه من رينو بزاف بنينه، كنت المره اللي فاتت وريت لكم مايونيز كانت بالبيض، واليوم جبت لكم هذه بلا بيض، يعني الناس اللي عندهم الحساسيه من البيض راح يعني تعجبهم بزاف لخطرش بنينه وما تحسوهاش كامل بلي مخدومه بلا بيض. حطيت هكا كميه في ساشي وندير خطوط من الفوق بهذا الشكل. كما نعرفوا شبح البيتزا هي المايونيز، يعني كي ناكلوها هكاك بلا مايونيز تجينا ناشفه، مي كي نديروا لها غير شويه حتعطيها بنه. وتانيك كاين الناس اللي يحبوا يرافقوها مع كيتشوب، تانيك جبت لكم هذه النوعيه تاع الكيتشوب من رينو، صدقوني بنتها بزاف هايله، مام ماشي غير بنينه برك، مام السعر تاعها ماشي غالي، يعني مقارنه بماركات واحد اخرى السعر تاعها راح يكون في متناول الجميع. دوكا راح نكمل نزين كامل البيتزا ونقسمها معاكم باش تشوفوا القوام تاع العجينه كيفاش راح يكون.
هاي لك هنايا بعد ما قسمتها، شوفوا لاباط كيفاش جات، جات خفيفة وجات طرية كما قلت لكم، انا ما طيبتهاش بزاف، حبيتها تجي طرية، واللي يحبوها تجي تقرمش يطيبوها بزاف، راح تجيهم يعني كما يحبوا. نقسمها بيدي خير باش تبان لكم، شوفوا كيف تقسمت معايا بكل سهولة، ما جاتش كامل ثقيلة. نتمنى تكون عجبتكم وصفتنا لينا هاليوم، واذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو وتبارطاجيوها مع الاصدقاء. نتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى عن قريب، مع السلامة.